أعلم أن الأمر مؤلم، والذي يتكلم معكم يعني بعيبه وتقصيره وإساءته، لكن مر ذاق ألم أن يفترى عليه. نيل من العقيدة، تهمنا في عقيدتنا، ولا يوجد شيء أمر من أن يتهمك إنسان في توحيدك لله وهو أغلى ما تملك. لا يوجد شيء أصعب من أن تتهم في لا إله إلا الله رأس المال الذي تملكه. لا يوجد شيء أصعب ولا أألم من هذا، لا ضرب الجسد ولا اتهام العرض ولا الأذى ولا التشنيع، لا شيء أشد ألما عند من يتنبه من أن يتهم في توحيده لله عز وجل. يتهم الإنسان يتألم، ما نقول ما نتألم، نضعف أحيانا ونشعر بالغيظ ونود أن ننفذ غيظنا على من اتهم، صحيح نحن بشر. مررت بمثل ذلك، جاءت أوقات حدثتني فيها النفس، رد قول، جاءت أوقات تحدث فيها النفس، اتخذ موقف، أنت عندك وسائل، عندك صلات، عندك علاقات، تستطيع أن تؤدب هذا وترد على هذا، تستطيع أن تستثمر شاشة التلفاز لفضح من تكلم. مقتضى البشرية يقتضي أن تحدث النفس صاحبها بذلك، لكن ما الثمرة المرجوة من إنفاذ هذا الغيظ؟ لا والله ما هكذا ينصر دين الله عز وجل. أتعرفون ما الذي يساعد الإنسان في لحظات الضعف؟ الذي يساعد الإنسان في لحظات الضعف أن يتذكر إمامه، سيده، حبيبه، قدوته، الذي لا يمكن أن يمر على داعي إلى الله أي صنف من صنوف الأذى إلا وقد مر أكثر منه عليه صلى الله عليه وآله وسلم. عن ماذا تتكلم؟ أذى قد نال جسدك، وهل جسدك أكرم من الوجنتين اللتين دخلت فيهما حلقات المغفر حتى اخترقت اللحم الشريف فما خرجت إلا بسقوط ثنية سعد؟ جسدك أكرم من العقب الذي ارتطمت فيه الحجارة حتى أدمته روحي له الفداء ونفسي وما أملك. جسدك أعظم من العنق الذي خنق حتى جحظت العينان. جسدك أعظم من الكتفين ومن الكاهل الذي وضع عليه السلع القاذورات والأوساخ وهو ساجد. أي كرامة عندك أعظم من كرامته؟ عندما تأتي نفسك الأمارة بالسوء أو يأتي الشيطان ليوسوس لك يقول لماذا يحصل هذا كله، لماذا يكون كذا، أنا ما أستحق ذلك، وهل استحق رسول الله ذلك؟ تذكر ما الذي يجعل الإنسان يرفض المسامحة ويرفض التحمل؟ تعرفون ماذا؟ نفسه كبيرة، كبيرة نفسه. أنا يقول علي كذا، أنا يتعامل معي بكذا، أنا ما يحترمني، ما يعرف قدر أحد، هذا ما يحترم أحد، ما يحشم أحد. من الأحد هذا؟ سبحان الله الأحد، قل هو الله أحد. أما أنت ما أنت أحد بهذا المعنى. ارتقي من أحد أنا إلى أحد هو سبحانه وتعالى.